بعض الأقرباء من النساء من أقرباء زوجتي يجتمعون كل أسبوع عند واحدة منهن للتحدث ثم الاستماع إلى الأغاني والرقص، وأنا الآن رافض على زوجتي بأن تذهب إلى هذه الاجتماعات، فما الحكم في هذا؟ أرجو إرشادي ونصيحة. أنت مأجور، إذا كان اجتماع على الرقص والأغاني والفساد تمنعها من حضور، أما إذا كان اجتماع بين الجيران على الخير وعلى حديث لا بأس بها والإناث من بعضها لبعض ليس فيه محظور فلا بأس بأن تزور الجيران، أما إذا كان على الأغاني والملاهي فلك حق أن تمنعها.